السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طاليا كويزين. راني جيتكم اليوم فيديو جديدة واللي هي فلوج فواياج تاعي ولا العودة تاعي إلى فرنسا، وراح نشارك معكم تحضيرات تاعي لهذا الفواياج مع بعض النصائح. تابعوا الفيديو للأخير وأكيد راح تستفادوا منها، خاصة للناس اللي راح يفواياجيو أول مرة، وإن شاء الله تعجبكم الفيديو. اذا البنات كما راكم تشوفوا، راني هنا درت لافاليز هذه، حطيت فيها الحوايج المهمه بالنسبه ليا اللي ما بغيتكمش يتوضروا لي. وهذا لافاليز كما راكم تشوفوا، هذا انساك صغير حطيت فيه البقايا تاع الحوايج كما راكم تشوفوا، لي جوي تاع بنتي، حطيت فيه دقيق تاع القمح، حطيت فيها كحوايج ما يفسدوش. وثاني هذا الساك الكبير، كنت راح نستعمل زوج ولكن واحد كفاني، درت واحد كبير وواحد صغير وانفاليد. هذا ثاني حطيت فيه الحوايج اللي شفتوهم في فيديو تاع مشترياتي من الجد. وهذا يا البنات باجاجا ما واش درت فيه انا. انا المره هذه ديت معايا طاجين تاع الطين، راح تشوفوه في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وراني كما راكم تشوفوا راني غطيته بالقش باش ما يتكسر ليش. وجديت معايا ديت تبديله لبنتي، وديت لها كاشني، ديت لها بوني، ديت فيستا ليا حطيتها في الباجاجاما، وثاني فيستا لبنتي حطيتها في باجاجاما. هذو ديروهم في الباجاجاما هكا باش اذا لقيتو الجو بارد ولا نحيوهم في ساعه تلبسوهم، مش حتى تستناو الباجاج وتعودوا تحبسوا كذا. وما تنساوش تشوفوا لا ميتيو تاع البلاصه اللي راح تروحوا لها، هكا ديروا حسابكم، سواء تزيدوا لي فيست ولا تنقصوا القش على حسب درجه الحراره. اذا البنات هنايا نوض صباح، فطرت وشت روحي، وراني راح نعاد لكم المكياج اللي درته، مكياج خفيف فقط ما درتش حاجه ثقيله. وبعد ما نكمل المكياج لا تخوس هذه نحطها في الفاليز النوار باش ما يتكسروا ليش الحوايج، وايضا باش ما يتوضروا ليش، لانه هذه حاجه بالنسبه لي ما على بالهمش. الحوايج اللي كيد انتغدي في الباجاجاما كما الحوايج تاع المكياج وكلش لازم تلوحوهم في الفاليز الكبار. هنا راح نشارك معكم واش لبست. لبست لي كانت خفيفه طويله ورايحه بزاف، وثاني السروال رايح خفيف ورايح، راكم تشوفوا التيسو تاعو هذاك يجي إلاستيك، يجي رايح بزاف. ومع هذا الخمار ننصحكم تلبسوا حاجة تكونوا بها آلاز. وثاني لبست
أي وقت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.